الاجتماع الذي أجرته وزارة التعليم يوم الخميس الماضي لرؤساء مدرسة هريالي في حيفا بسبب دعوة مدير عام مركز بيت سالم للحديث مع التلاميذ يستهدف تهديد المعلمين والمعلمات وردعهم عن الحديث عن الاحتلال ودوام السيطرة العسكرية على الفلسطينيين التي يتنكر لها حكم اليمين. أثار هذا الموضوع حفيظة الناشطين وخاصة جمعيات حقوق الإنسان، وكتبت أسرة صحيفة هآرتس مقالا تحت عنوان استدعوا إلعاد لتقديم المحاضرات. وقالت الصحيفة منذ بدايته وحتى نهايته يدور الحديث عن اجتماع سياسي يسعى إلى إعادة تعليم المعلمين والمدراء، ومشكوك أن يكون له أساس قانوني. لا مجال للخطأ في الرسالة التي تصدر عن خطوات الوزير. المعلمون والمدراء مطالبون بأن يسيروا على الخط السياسي لليمين، أن يطيعوا أو أن يسكتوا. في العقدين الأخيرين اختص وزراء التعليم من اليمين في جعل الوزارة أداة لتقليص حرية التعبير وفرض محاكم التفتيش السياسية، فقد شطبوا كتب تعليم، أعادوا كتابة مناهج تعليمية، شرعوا القيود، هددوا بإجراءات انضباطية، بل وأحياناً طبقوا على كل من خرج عن ترداد السياسة المحقة دوماً عديمة الشك أو السؤال. وأوصت الصحيفة بتدخل القضاء في هذا الموضوع وقالت حيال وزير التعليم لا يفهم في التعليم، وموظفين يتعاونون مع كل نزوة له. مطلوب من المستشار القانوني للحكومة أن يوقف محاولة الرقابة. لا يمكن للمدارس إلا تناول مواضيع تحاول حكومة اليمين إسكاتها، هذا واجبها المدني والتعليمي ولا سيما الآن، وعليه فيجدر بهم أن يستدعوا هم أيضا حقاي العاد. هذا سيكون الرد المناسب للاستماع، الإسكات الذي يقوم به يوآف جالنت. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.